جيت اقدم لها عادي زي اي حاجه يعني، زي اي حد يعني في الدنيا، بس هم كانوا ناس يعني على قدهم قوي. فاحنا جهزناها يعني، ما خلناش جابت اي حاجه في الدنيا، هو قال لك عشان بحبها وكده اهوت، وهي يعني بنت ناس غالبا هتعيش، كانت عايشه معاه كويس ومفيش اي حاجه لغايه ما هو توفى بعدها باسبوع، لانها ابتدت بقى ان هي ايه يعني، لانها هو راح البيت عنده، راحت لما له هدومه فيها هدوم هي كلها في، وراحت ترضى جاء اول مره. هي واخواتها يعني هما نفس اللي عملوا فيه كده، جت بعد كده قعدت تعيط هنا وخلاص ومش عارفه ايه، فهم قالت له عشان هو عشان خاطر عياله كان بيعمل اي حاجه في الدنيا يعني، هو كان كل مشكلته في الدنيا ان هو مش عايز يسيبها عشان خاطر العيال ما تتبهدلش. اتراضوا مع بعض ومفيش اي حاجه، جه من حوالي 3 اشهر كده او 5 اشهر بالظبط، عزلت لي شقه جديده، فجأة حاجات قالت له انا اكتب على الشقه باسمي، فهو قال لها مش فارقه يعني باسمي ولا باسمي مش فارقه مش مشكله. طلع اخوها اللي هو عمل فيه كده هو ايمن دوت، واختها برضو اللي هي كانت معاها اللي كانت مكتفاه معاها، طلعوا عليه في الشقه وراحوا طردوه من الشقه. دي من ساعة دخلت كانت غلبانة قوي، راح جوزي كان راجل يعني ليه شأنه هنا، راح جهزها وعملنا كانت يعني على باب الله كده، كانت شغالة عند بقايا، قلنا ايه بقى يقول لي ماما ولادي كويسة وكده خدوهم فقراء يغنيكم ربنا ومش عارف ايه، قلت قدام بيحبها وكده هيعيشوا، كانت في الأول ملاك والله العظيم، وتيجي يا ماما وتيجي مش عارفة ايه. جوزي بقى كان على طول بيديهم فلوس ويساعدهم وكده، اول ما جوزي مات بعديها ب 15 يوم بالظبط ابتدى بقى المشاكل. رحنا مره البيت بالليل لقيته بين الحياه، ماما تعالي لي اوام، كان ساكن في دار السلام، قلت له في ايه؟ قال لي تعالي بس اوام. رحت لقيت الشقه دي على البلاط، سرقوا العفش بتاعه كله ورموا له هدومه في الحوش ومشوا. رحت لقيت الشقه دي على البلاط، نزلنا طبعا نجري ايه عملنا محضر ورحنا لهم هناك البيت، يا جماعه دي يعني دي مشكله صغيره، ايه اللي خلاكم عملتوا كده؟ المفروض يعني المهم استرحوا، بقت تيجي بقى تعيط ومش عارفه ايه وتنهني انا عايزه شقه تانية، انا مش عارف جبنا لها شقه تانية. احنا سمعنا حد يا طارق يا طارق انزل، راح قال لها اطلع يا سمر عشان الناس ما تتفرجش علينا، راحت قالت له لا انزل يا ابني اللي واللي واللي، كان راح يعني نزل يجري حافي، نزل يجري حافي عشان يجيبها يطلعها عشان الناس ما تتفرجش عليه، خبط عليه وهو نازل، راحت بنتي فتحت له، راح قال لها خلي العيال عندك، رحت طلعت له من البلكونه، اول ما نزل راحت مسقفه على وشه كده بايديها الاثنين على وشه، راح مسك فيها، راحت هي واخته راحت ماسكين، هي واختها راحوا ماسكين فيها. ما كملش الكلام ده كله 3 دقايق لقينا اخوها جاي ومعاه مكنه موتوسيكل، راح سايب الفيسبوك وفي ايده المطوه كده، اول ما نزل راح مداله في ظهر في قفاه كده من ورا ظهره، ما كانش طارق شايفه اصلا، راح مداله من ورا كده من قفاه، بعد كده راح مديله كده وقعد بقى يطعن 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 مره واحده، هي بقى قفشاه كده لطارق من تحت باطه زي ما باين في الفيديو بالظبط، قفشاه له كده. طبعا الناس كلهم كانوا بيقولوا الاول خناقه راجل ومراته، عشان كده محدش اتدخل.